الشاب من كندا يسأل كنت أريد أن أدرس في الجامعة وسألت مجموع من مشايخ في منطقتي على أخذ قرض ربوية لكن لكي أدرس فأفتوا بجواز ذلك من باب الضرورة فأخذت قرض وما رضيت به فماذا الواجب علي؟ الواجب عليك سداد القرض والتوبة إلى الله وعفى الله عما سلف لكن الذين أفتوه يعني في الحقيقة بغير الحق أفتوه فتوى غير صحيحة. نعم بارك الله فيك شيخ.